بعد أن تحررت مناطق شمال وشرق سوريا باعتبار نعيش أيام شهر الفضيل وأيام الأعياد يتم الآن بدء الرحلة والإعادة إلى مناطقهم. طبعا اليوم يتم اخراج 800 شخص ما بين طفل وامراه واعادتهم الى مناطقهم بعد تاهيل مناطقهم من الالغام وايضا بعد تحريرها من قبل القوى السوريه الديمقراطيه وتاهيل هذه المناطق وتلبيه لمطالب الشيوخ ووجهاء العشائر السوريه في من خلال ملتقى العشائر الذي انعقد في 3/5 في مدينه عين العيسى ولبت الاداره الذاتيه نداء الشيوخ. Yeah.